على هامش حضوره الندوة التي أقامتها المستشارية الثقافية الإيرانية لدى الكويت، أكد السفير الإيراني لدى الكويت الدكتور علي رضا عنايتي أن وحدة الصف الإسلامي والتصدي للغزو الثقافي هما الهاجسان الأكثر أهمية للجمهورية الإسلامية في إيران. بمناسبة الذكرى السنوية 37 لانطلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أقامت المستشارية الثقافية الإيرانية لدى الكويت ندوة ثقافية بعنوان آفاق المثقافة الإقليمية بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والأدبية العربية والإيرانية. كثير من العلماء والشعراء كانوا فعلا هم من أثروا الحضارة الإسلامية بشكل كبير، فستظل هذه هذا التأثير في اللغة العربية إلى أبد الدهر. فنرجو أن لا تكون هذه اللغة مجالاً في أي يوم من الأيام إلى التباعد، بل يجب أن نتقارب، وقد عشنا مع بعض على سنوات عديدة مع محدودية هذه الفعالية، ولكن التشكيلة، الأطياف، المشاركة تعكس حقيقة بأن هناك شريحة تتحلى بالحكمة والعقلية الراقية. إذا أعدنا النظر في الموارد المعرفية سواء من خلال النصوص الدينية أو من خلال الموارد الثقافية، وأعدنا بناءها بشكل سليم وعلمي وموضوعي بعيدا عن أي عصبيات، مستقبلا نضمن للأجيال عدم استحضار التاريخ مجددا واستخدامه كلعبة في تفتيت الشعوب. ومن جهته وعلى هامش حضوره للندوة، أكد السفير الإيراني لدى الكويت الدكتور علي رضا عنايتي أن القيم الثقافية هي هوية وروح الشعوب، مشيرا إلى أن وحدة الصف الإسلامي والتصدي للغزو الثقافي هو الهاجس الأهم للجمهورية الإسلامية في إيران. نرى بأن يوما بعد يوم ودهرا بعد دهر هذه الثقافة تكتمل وتستكمل وتنمو وتؤتي بثمارها، ونحن في زمننا الحاضر نرى مثل هذا الإثراء في ثقافتنا في الإقليم، وإن شاء الله لتكون يعني التكامل الثقافي بين أبناء المنطقة هو دافع لعناوين أخرى مثل التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي. نخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بتعزيز العلاقات الثقافية والأدبية العربية والإيرانية اجتمعوا اليوم في الندوة التي أقامتها المستشارية الثقافية الإيرانية للتأكيد على وحدة الصف الإسلامي والتصدي لأي غزو ثقافي. كريم الأنصاري، تلفزيون الكويت.